لكن كيف نبعد دماغنا عن التفكير؟ عقلنا على طول بفكر، وإذا نسأله سؤال بيرد بعشر أسئلة. فإذا من وقت للتاني it's good إنه نطفي شوي هالموتور ونريح، إذا نتخيل هالشخطورة ونفوش شوي على المي، بشكل إنه نخلي عقلنا يعطينا الأجوبة. بالعقل في عنا جزء الوعي واللاوعي، فلما نسأل أسئلة عم نكون نحن بالوعي وبدنا جواب هلأ على سؤالنا، يعني في شيء مش ظابط بحياتنا بدنا حل وما عم يوصل على الحل. أوقات إذا منفكر بشي تاني أو منعمل شي تاني ما خصه بالمشكلة الموجودة الحل بيجي منه لحاله. وصاير معي كذا مثلا من هالشي، يعني في أشخاص مثلا بينسوا الكود تبع الكريدت كارد تبعيتهم، بيجربوا هو فينا نجرب مرتين أو ثلاثة بتصور بعدين بتصير. ففي شخص بعرفه قال لي رجعت حطيت الكريدت كارد بجزئين، رحت عملت مشوار صغير رجعت جيت الكود رجع منه لحاله. فإذا العقل إذا منشغله بضغط أو بستريس ما بيعطينا جواب، بدنا نشيل إجرنا شوي عن البنزين، هون بيجي جواب.